أول شيء نحن نشهد عالميا تطبيق كبير للتكنولوجيا بسائر أمور الحياة. يعني منشوف التكنولوجيا داخلة بالأول شيء البنية التحتية للنطاق العريض اللي هو البرودباند انفراستراكشر. أكيد هذه تعتمد على الألياف الضوئية أو الفايبر أوبتكس. الفايبر أوبتكس تعطينا آلاف المرات شبكات أسرع وذكية أكثر. فهيدي المنصة الأساسية لاستخدام التكنولوجيا لتطوير الأمور يلي نطبقها في سائر أمور الحياة. ما نشهده الحين هو تطبيق لمفهوم الإنترنت لكل شيء، وهو جمع الناس والأشياء والبيانات والمعلوماتية مع بعض بطريقة ذكية لتوفير تطبيق أسهل وأذكى لتسريع الاقتصاد ولتوفير النمو الاقتصادي المستدام ولتوفير التنافسية بين الدول. فالدول الشرق الأوسط والخليج يعتمدون اليوم إلى تطبيق هذه التكنولوجيات لمنفعة الشعب. نحن أولوياتنا في المنطقة هو بناية البنية التحتية للنطاق العريض أو البرودباند، التركيز على نطاق الصحة العامة، على نطاق التعليم، وعلى نطاق الأمن القومي للحكومات المحلية والمركزية. يعني أود أن أفهم منك بأنكم كنتم تركزون في خدمات تركيب الألياف الضوئية اللاسلكية أو حتى اللاسلكية منها على الحكومات وبعض دوائر الدولة أو الوزارات، والآن تريدون أن تركزوا على قطاع التعليم وقطاعات أخرى مثل الصحة مثلا؟ نحن نركز على جميع هذه النطاقات. أول شيء الألياف الضوئية هي مثل ما قلت أنا المنصة أو البلاتفورم يلي بتبني عليه شبكة النطاق العريض، ولكن الشبكة اللاسلكية هي تكمل الوصول إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات. فالشبكة اللاسلكية والألياف الضوئية مع بعض الثري جي أو الجيل الثالث، 4G أو LTE الجيل الرابع، وكذلك الواي فاي يكملون الانفراستراكشر أو البنية التحتية اللي مبنية على الألياف الضوئية. الحكومات والمؤسسات الخاصة يعتمدون اعتماد كبير على هذه البنية لتوفير خدمات أحسن، لتوفير النمو الاقتصادي السريع، لتوفير الذكاء في الشبكة، لتأمين الخدمات المتطورة. فالتركيز على نطاق التعليم ونطاق الصحة العامة ونطاق الأمن هو يكمل هذه البنية التحتية التي نساعد في بنائها في دول الخليج. الإمارات والدول العربية الأخرى أيضا في مجال الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية الحكومية حازت مراتب عالية جدا على المستوى العالمي، إلى جانب أننا أيضا قرأنا بأنه في توصيل الفايبر كلاس للمنازل في أبوظبي هي تعتبر الأولى عالمية، وحتى أنها سبقت دولا متقدمة في البنى التحتية مثل هونغ كونغ، وكذلك دولا أوروبية أو مدن أوروبية مثل فرانكفورت. أنتم كيف تنظرون إلى المنطقة العربية؟ هذه الرؤية التي تودون الوصول إليها من حيث هذه التوصيلات ومن حيث أن يكون الإنترنت متاحا حتى لكل هذه القطاعات لنقل، كيف تنظرون إلى الإمارات؟ هل هي أو حتى الدول الأخرى العربية في المنطقة؟ الإمارات بصراحة من أحد البلاد التي طبقت الإي جوفرمنت من قبل. فالإي جوفرمنت سيستمز اللي موجودة في الإمارات اليوم هي سيستمز متطورة جدا، والآن هذه الشبكات تنتقل إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هي موبايل جوفرمنت أو الحكومة المتنقلة، يعني الموظفين والمستخدمين لخدمات الحكومية سيستخدمون مش بس الموبايل أو التليفون النقال، ولكن الموبايل ديفايسز يعني التابلتس أو الألواح اللي بيستعملوها أو اللابتوبس أو كل الديفايسز أو الآلات اللي يستخدموها على المتنقل.